بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج بيت المصريين. النهاردة معايا فقرة تعتبر فقرة فنية مع الأستاذة الفنانة الجميلة التي ترسم على الوجه، بنعتبره نوع من أنواع الفنون، الأستاذة موني نجيب. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا اهلا بيك. من محافظه بني سويف مركز الفشل. هي في البدايه عايزه تقول لكم خبر كويس للكل، عامله تخفيض للمشاهدين مخصوص وابناء مركز الفشل. اتفضلي حضرتك. اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك. حضرتك قولنا بالنسبه للسنتر بتاع حضرتك، المفاجاه اللي عاملاها للمشاهدين. تمام. انا برحب بالناس اللي هتيجي عندي في سنتر بريتي، مركز الفشن خلف مدرسة الصنايع، نظرا طبعا للظروف الاقتصادية اللي احنا فيها وكوفيد 19. تمام، مساهمة من حضرتك. فانا بساهم مع اخواتي، عاملة خصم 50%. تمام. على باكج العروسة. تمام. وبرحب. والسنتر فيه كل حاجه حضرتك، فيه فساتين وفي طبعا في ميك اب وفي تجهيز عرايس كامل. طبعا باكج كامل. بنشكر حضرتك على هذا الخصم للمشاهدين وهذه اللفته من حضرتك. ميرسي خالص. بالنسبه للظروف اللي تمر بها البلاد. ميرسي جدا. في البدايه عاوزين نعرف من حضرتك، نتعرف على انواع البشره وازاي اعرف بشرتي دهنيه جافه عاديه، ازاي بقى؟ احنا عندنا اربع انواع من البشره. تمام. في البشره المختلطه، ودي بتبقى واخده التينوس. تمام. هنا كده بتبقى دهنيه المنطقه دي مختلطه. في البشره الدهنيه دي تبقى كلها دهنيه. تمام. كل الاجزاء البشره، كل الاجزاء دهنيه. تمام. في البشره العاديه وفي البشره الجافه. البشره الجافه دي بتبقى عباره عن عامله قشور هنا مثلا في منطقه البق. مثلا هنا. تمام. في كلها ولا اجزاء؟ اجزاء. لا، اجزاء. البشره المختلطه مكان معين ولا بيكون كذا مكان؟ يعني مثلا ممكن نصها ونصها، اماكن معينه ولا البشره المختلطه؟ انا قلت لحضرتك بتبقى واخده حرف التي فقط. تبقى منطقه النص هنا، الجبهه. تمام تمام. طيب عاوزين نعرف حضرتك انواع الفونديشن المناسبه لكل بشره، ايه هي بقى؟ في عندك فونديشن من لوريال، ده مناسب جدا للبشره الدهنيه. تمام. ما بيعملش تكتل، مش بيتفاعل مع الدهون. مش بيدي لمعه الدهون، بيطفي خالص على لمعه الدهون على البشره يعني. يعني ما اجيبش حاجه مثلا فيها حاجات دهنيه. لا، عشان انا بشرتي دهنيه، هنزل عليها بحاجه دهنيه. تمام. عشان ما تاثرش. هنزل عليها بحاجه تطفي معايا. تمام. مناسبه يعني للبشره الدهنيه. وبالنسبه للبشره الجافه ادخل فيها الحاجات اللي فيها حاجات دهنيه مثلا. أيوة. ماده. تمام. دهنيه. ايوه تمام. زي فور ايفر دي كويسه جدا، بعض الانواع يعني موجوده في السوق. طيب كان. اعرف ازاي الانواع الاصليه من انواع الكوبي في الميك اب؟ هو بيبقى فيه أوريجينال. اختبار معين مثلا او انواع معينه معروفه محدوده اتجنبها؟ طبعا بتبقى فيه ماركات براند خاصه، شركات عالميه. عندك لوريال دي كويسه جدا. ما بتعملش تكتل، ما بتعملش تكتل. أي بتبقى سلسه، بتبقى سلسه جدا على البشره. تمام. بتبقي جايبه من مكان طبعا موثوق فيه. تمام. طيب كيفيه العنايه بالبشره النهارده، بما ان هنتكلم الحلقات دي عن البشره، وان شاء الله الاستاذه موني معانا في حلقات قادمه للعنايه بالجلد والعنايه بالشعر، ان شاء الله تنتظرونا في الحلقات القادمه معانا الاستاذه لغايه ما نخلص بقى على كل حاجه، ونشوف الفساتين برضو والعنايه بالعروسه. فعايزين نعرف كيفيه العنايه بالبشره، ازاي بقى اهتم ببشرتي مثلا، اعمل ايه، احافظ عليها؟ تمام. طبعا احنا داخلين على الصيف، مهم جدا ان احنا نهتم ببشرتنا. لازم طبعا نعمل جلسه بخار للبشره، ده مهم جدا.
بيفتح معانا البشره بالمسام، بيفتح معانا المسام. لازم كويس جدا ننظف المسام، تمام، لانها بتبقى اوريدي مفتوحه من الحر، بتستقبل تراب، تراب وهواء، فبيأثر طبعا على الماده بتاعتها المصنوعه، فبتقفل منها. فبتقفل المسام على الاوساخ دي، بتضطر تطلع لنا حبوب. فاحنا لازم نعمل جلسه بخار على الاقل كل 20 يوم او كل 15 يوم، لان برضو مش دايما نعمل جلسه البخار باستمرار، لان بشرتنا بتطلع دهون، الدهون دي بشرتنا بتستفاد منها. في جلسات بخار بتتعمل في البيت؟ طبعا. الطرق التقليديه بقى، لو في جهاز ماشي تمام كويس جدا، ما فيش جهاز بنعمل عادي على حله وميه. تمام. وبطريقه بسيطه وسهله وفي متناول الجميع. طبعاً في ناس ما تقدرش تخرج اساسا ولا تعمل وخصوصا في وضع الظروف الحاليه يعني اللي فيها البلد. فعلا. طيب عايزين نعرف حضرتك انواع الكولاجين، وازاي نعرف الاصلي من الكوبي، ازاي بقى؟ تمام. احنا بشرتنا بتفرز 70% من ماده الكولاجين. تمام. طبعا مع كل في مراحل العمر بتقل بتقل بتقل، فبتلاقي علامات بقى الشيخوخه ظهرت، ترهل في الجلد، بقت بشرتنا يعني مش نضره. فاحنا بنستعين بكولاجين خارجي. تمام. لتكمله النقص ده. بيبقى عباره عن في منه سائل، في منه كبسولات، في منه باودر. السائل نميزه ازاي بين ان هو مثلا كوبي او اوريجينال؟ الاوريجينال بيبقى لونه بينك فاتح، السائل بيبقى لونه بينك فاتح، بيبقى يعني في ازازه صغيره زي ازازه الحقنه كده. بس ف في الكوبي بقى، الكوبي بيبقى لونه بينك غامق، وده ما انصحش بيه حد. يعني انا في واحده عميله جت عندي في سنتر بريتي، جايه بتقول لي انا جبت ال كانت جايباها معاها وحطيتها وبتاع، حاسه ان بشرتي اتلسوعت وحاسه ان فضلت حساسيه وهشره وبتاع، فعملت اعراض جانبيه. بقت تهرش وكده. تمام. بس فقلت لها طب، طبعا شفت، قلت لها لا طبعا ده مش، ده مضر جدا، ورجع بسلبيات على بشرتها. تمام. بدات اعمل لها جلسات طبعا وكده، وظبط لها الدنيا الحمد لله، وبشرتها رجعت. بتاخد فتره على ما ترجع تاني؟ اكيد طبعا. اكيد طبعا. ما بتتاثر البشره، بتاخد وقت طبعا على ما ترجع تاني. طيب حضرتك ازاي، امتى ابدا احط المكياج؟ يعني البنت مثلا في سن قد ايه نبدا نحط الميك اب بحيث ان احنا البشره ما تتاثرش بيه؟ يعني السن المناسب اللي في الجامعه. في الجامعه، سن الجامعه. سن الجامعه. تمام. لكن من قبل كده لا. تمام. كيفيه توزيع المنتور على البشره؟ الكونتور طبعا. الكونتور بياخد وضع بشره، بيحاول يبرز لي الخدود. تمام. لو الوش طويل بحاول اخليه، بديله نسبه دوران. ببدا المناخير كمان، المناخير ممكن تبقى مفرشخه كده وعريضه. ببدا اوزع اخليها تبان صغيره. تمام. بس بنسبه معينه، يعني نحط الكونتور مثلا هنا. اكيد. وليه توزيعه طبعا، بحيث ان هو يخفي مثلا العيوب والحاجات دي. يقلل يبرز الخدود ويقلل مساحه الانف شويه. تمام. معانا النهارده الموديل زيرانا ابراهيم. ونجرب بقى ونحط الفونديشن ونحط الكونتور ونشوف الخطوات. اوكي تمام. اتفضلي بقى. ماشي نبتدي. هنبتدي الاول نحط. أيوة. البرايمر ده، ده قاعده الميك اب الاساسيه بقى. ده قاعده الميك اب ده، لو عندنا مثلا مسام مفتوحه بيقفلها. حاجه بسيطه ونوزع. طبعا. تمام. ف
اتفضلي بقى اشرحي لنا بقى بتعمل ايه عشان الساده المشاهدين طبعا نشوفوا معانا بقى. وشكل الكاميرا يا رنا. ايوه هنبتدي نرسم العين الاول. ايوه الحواجب هنملى الفراغات. بنسويها ونرسمها في نفس الوقت. لان هي أيوة. المودلز عندها فراغات كتير بنحاول نداريها او نملاها. في لون معين للحواجب ولا حسب البشرة؟ لا هو البني. البني ده مناسب لكل انواع البشرة. في ناس بتحط اسود بس مش بيبقى ظريف، فهو طبعا المعتاد في اسود غامق وفي اسود فاتح. لا مش يعني ممكن يكون ما افضلش ان حد يستخدمه لانه بيدي نيلوك مش حلو. تمام. هنبتدي فاونديشن. نرسم العين كده. بنوزع على البشرة. ايوه كلمي بقى وري اعزاء المشاهدين. ايوه طبعا اشرح بنحاول عشان نظهر الحاجب. الناس بقى اللي بتبدأ في وضع الميك اب جديد تعرف الخطوات الأساسية. أيوة بنبدأ كده نملى الدنيا دي كده نظبط نظهر الحاجب. بالبلندر كده نطبطب نطبطب مش نمسح. كونسيلر. أيوة كونسيلر عشان الموديلز عندها غمضي. ايوه عرفينا كده. عندها طبعا هالات سودا. بنغطيها برضو بالفونديشن بالكونسيلر. تمام. بنوزع ايوه كده فوق وتحت الجفن. ايوه وري اعزائنا المشاهدين. ماضي. كده الناحية التانية. ايوه ورينا بقى صوتك للمشاهدين، عاوزين نسمع بقى الدنيا كلها تسمع. الاستاذه تمام. موني وميك اب الاستاذه موني. ربنا يخليكي. بس بنبتدي طبعا نحط الكونسيلر، بعد كده الفاوند الاي شادو. ايوه اتفضلي. لازم ادمج الاي شادو كويس. للتواصل مع الاستاذه مونيا يا جماعه حطوا لنا رقم التليفون للبرنامج على الشاشه عشان يظهر لاعزاء المشاهدين. اللي عاوز يتواصل معها طبعا ويروح لها السنتر يستفاد من التخفيض والخصم اللي عاملاه للمشاهدين. طبعا برحب باي حد. طبعا بحاول ادمج كده. ده الميك اب العادي خالص ولا مناسبات ولا ايه بالظبط؟ ده بتاع الخروج الطبيعي يعني.
لا ده ميك اب ارتست يمشي سهرة، ايوه ممكن عروسة برضو. تمام، مناسبات يعني. نحاول ندمج كده. احنا حطينا لونين، اللون الاولاني الاورنج، بعد كده حطينا اللون التاني اللي هو البني. بنحاول نخلي جزء من اللون الاورنج اللي تحت باين شوية، تمام؟ يعني بندمج الاتنين مع بعض بحيث ان هو يظهر معانا ان يلوك مدرج. تمام، طبعا بيختلف نوع الميك اب بالنسبة للعروسة غير المشوار العادي غير السهرة. اكيد طبعا. ايوه غير ميك اب العمل. اكيد طبعا. وميك اب الصبح غير ميك اب بالليل. الصبح بيكون اخف شوية. تبقى حاجات هادية جدا. تمام، النهار بقى والشمس وكده، والعمل اساسا يعني بيتطلب، او المشاوير الخفيفة بتتطلب ميك اب خفيف. طبعا. وكل ما كان بقى هادي كل ما كان بيظهر اجمل. الملامح اكتر. كده هنبتدي نحط الايلاينر. هنبتدي كده عشان البنات كتير جدا بيتعبوا من موضوع الايلاينر ده، ومش بيبقوا ايوه، يعني بيعرفوا وكل عين بتختلف في رسمة الايلاينر حسب التانية. اكيد طبعا. في عين صغيرة بنحاول ان احنا نوسعها شوية. نوسعها بالايلاينر. في عين تمام، تلاقيها مثلا كبيرة او امتى مثلا بنحط فوق ونحط تحت؟ بس الجفن اللي فوق والجفن اللي تحت. هنا احنا كده بنحاول نرسم امتى نخفف الخط ده؟ كل ما كان خفيف كل ما هيدي. برضو انا بحب ان انا اعمله خفيف، ما بحبش اعمله كبير. ايوه، بينا كده بنشوف بقى نعمل ايه مع اعزائي المشاهدين. وريهم يا رانا. ايوه، ده كده هنبتدي ممكن نوزع. نستغنى عن الايلاينر خالص لا يعني، في حاجة بديل عن حاجة في الميك اب واحنا خارجين مثلا؟ ممكن المشوار ده ممكن ما ينفعلهوش ميك اب عادي، ما احطش او استغنى عنه. لا هو اساسي لان هو بيدي رسمة نيولوك كده حلو للعين. بيحلي. تمام، هنبتدي نوزع طبعا باقي الفاونديشن. تاني. تمام، هنا ايوه، كده ابرزلنا بقى الخدود دي واظهريها هي وشها بيبي فيس خالص. ما هو ده دور الميك اب بقى. لازم يظهر بقى البشرة، والبشرة الكبيرة برضو ممكن يبينها، يعني يحدد كل أنواع البشرة. تمام، ده اللعب بالفرشة بقى وفن اللعب بالميك اب في البشرة. طبعا هو فن. تمام، ما انا في البداية بقول ده نوع من انواع الفنون طبعا، يعني زيه زي يعتبر فنان ده. قدامي الوش ببدأ أظبط فيه بقى مثلا طويل بحاول أظهره. اظهره اكتر بقى. طبعا نبدأ ايوه، الطبطبة وزع كده. لنا بقى وظهر لنا الخدود نشوف رنا تانية. كمان الألوان الصيف ده ايوه، ايه الموضة بقى الالوان السنة دي المناسبة بتاعت الميك اب؟ الكشمير، الكشمير اللي هو الغامق. كشمير درجات. في التوبي، تمام، التوبي ده في الروج، ايوه، وفي الاي شادو برضو. الوان الاي شادو بقى.
التوبي. وروجوجو؟ الروجوجو البينك مثلا كده. انا بحاول اطبطب بالبلندر كده تمام علشان احاول ما يعني ما مش بمسح، عشان في بنات بتمسح، هو مش مسح يا جماعه، هو طبطبه. هي كل انواع الفرش بنستخدمها بالوضع ده، بنحاول ما نضغطش اكتر على البشره لان البشره حساسه بطبيعتها اكيد، فممكن بشره تعمل التهابات فيها. وكل ما كنت يعني حنين على البشره، ايوه، كل ما هيطلع لك بيظهر الميك اب اكتر. ده كونسيلر، يلا بقى اللمسات الأخيرة دي. فيه كمان حاجة بمناسبة الهالات السوداء حابة أقولها للمشاهدين. تمام، احنا لسه عندنا حلقات تانية هنتواصل فيها برضو إن شاء مع الله. الأستاذة موني. أي حد بيعاني من هالات سوداء يا جماعة، ده يعني حاولوا تقللوا من شرب الشاي والقهوة. تمام، بتأثر السهر طبعا على الجفون. السهر طبعا بيزود الهالات، بيزود الهالات السوداء تحت كويس العين. جدا، لازم نتابع الأنيميا دي برضو. تمام، ليها دور أساسي. تمام، خلاص على كده احنا في نهاية الفقرة، نكتفي بهذا القدر والشكل الجميل ده، وتحياتي لحضرتك. وبنشكرك وبنشكر رنا. وتحياتي أعزائي المشاهدين، ولنا لقاءات أخرى مع الأستاذة منى. بنشكركم، تحياتي وإلى اللقاء، وتابعونا في باقي فقرات البرنامج.